السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هايليكس في مقطع جديد. لسون صلونا على الحبيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا زي ما تشوفوا دخلت سيرفر لقيت بيسي متريد للأسف. فكيف تعرف ان بيسي متريد؟ شخص فجر الأبواب، شخص فجر الباب الحديدي اللي صنعته أمس وسرق الأغراض، ساب شوية خياس بس سرق الصاروخ اللي قلت لكم عليه قوي، سرق الأسلحة الامبيفافات، ساب بس الريفولفر الخايس. فهذا المقطع الثاني راح احاول اسوي لكم شرح عن الاسلحه التير 2، بس كنت ابي اسوي ريت بس للاسف سرقوا المتفجرات. ممكن لو اجت السفينه واجا اي شيء قوي راح احاول اسويها مره ثانيه، بس هذه الحلقه راح تكون الحلقه الثانيه من شرح. طبعا لما يتريد بيسك ايش تسوي؟ انت حر تبي تطلع من السيرفر اوكي، بس انا راح اظل في السيرفر. ففرمت شويه خشب زي ما تشوفوا وصنعت باب خشب. هذا باب خشب مؤقت وهو كسر حق البناء. لو ما في موجود حق بناء في البيس راح يطيح ديكي، راح يبدا يدمج الحوائط. فلك تسوي بس انك تبني تي سي جديده او حق بناء جديد وتحطه في المكان اللي تبيه. انا راح احطه في نفس المكان. طلب مني ستون، راح اروح افرم ستون. طبعا هذه هي المواد اللي بقاها، فراح اسوي ريسايكل على السريع وارجع البيس. وفعلى الطريق راح احاول افرم اللي هو حجر، لان البيس لو تهدي كيل يسوي حجر. طبعا هذه الكومبوننتس راح استخدمها اللي قلت لكم امس ما راح المسها، راح استخدم انني اليوم تريد في اشياء. هذه البطاريه الليفل الثانيه، هذه البطاريه الثالثه لان مساحه الكهرباء اكثر. هذه اشياء اكثريه ما لها فائده. ريسايكل ريسايكل ريسايكل، ملابس ترتديها على طول. هذا ريسايكل وهذه ريسايكل. سؤال هو كيف تعرف الاشياء اللي ترميها وتسويها ريسايكل والاشياء اللي تخليها في البيس؟ هذه خبره، يعني ما خبرتك فرصة تعرف الأشياء الحلوة والأشياء الحلوة. وبرضو اليوم راح أوريكم كيف تأخذ كل الأنواع البطاقات. هذه بطاقة الخضراء، كيف تحصل على البطاقة الخضراء؟ تلاقيها يا إما من لايت هاوس، أباندنت كابينز، غاز ستيشن، سوبر ماركت، تلاقيها في المناطق هذه تلاقي البطاقة الخضراء. بعد ما تحصل عليها راح تحتاج فيوز إلين تتحصل على البطاقة الحمراء. راح أوريكم كل شيء، لا تخافون. سوني شباب من لايك والاشتراك، وصل المقطع ده يوصل 1000 لايك. طبعا في نهاية الوايب زي ما تشوف السيرفر لما خلاص بتويب راح يصير وايب جديد. اغلب البيوت تتريد، يجيك شخص اجنبي فاشل ما له اي علاقة في الحياة، ما له اي فائدة، يجي مجرد بس انه يفجر كل البيوت ويسرقها، يسرق السلفر ويفجر، يسرق ويفجر، هذه فائدتهم في الحياة بس. فما عليكم منهم، لو بس انسرق عادي اتس اوكي، كل البيوت تنسرق في رست. طبعا يديك سلاش قاعد تكسر في البراميل، ليش؟ عشان ادور لكم فيوز، عشان اوريكم كيف تجيب البطاقات. يو هذا البيس تريد، يا اما تريد يا اما طاح ديكي. طاح ديكي يعني ما في موارد في حق البناء. ان شاء الله بس طاح ديكي، ما في احد سرقه. يو نو 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 نو، راح يخرب السلسله هذا. يا نو ما ابي اوريكم كل هذا. انا هذا راح يجي كان في وقته يا اخي. لا 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 او ماي جاد، 3000 جن باودر. راح بيسرق كل هذا اللوت. هذا اللوت قوي كثير ترى، هولي شيت، في ناس كثيرة، تيم كبير. هذا مشكلة في اي لحظة يجي شخص يسرق هذا اللوت، راح اضطر انا اسرقه لان على الطريق يعني اي شخص يشوفه. حاليا انا مدرع، شوف ال 50% هذا كله اللوت قوي. هذا ما ابي كنت اخرب السلسله، قصدي ما ابيها كذا يعني تصير بسرعه. جاك هامر اوكي، راح اخذ تقريبا كل شيء وراح اروح اشرح لكم في البيت ايش هذا وايش هذاك. انواع الادوات هذه طبعا الطاوله ليفل 3، هذه اقوى طاوله في لعبه رست. هذا السلفر مصهور والجام باودر. راح ارمي الخياس، انا راح ارمي الاشياء اللي ما راح اعطيك كثير. ارمي 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 ارمي، بس انت لو لقيت هذا اللوت، انت اكثر انسان محظوظ في العالم لو لقيت هذا اللوت. بطاريه ارمي امها، ارمي امها. بطاقه بس راح اسيبها عشانكم. اوكي حق البناء انا كيف اكسره؟ احتاج اصنع اكسبلوسيف ايمو. يو 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 يو، في موارد كثير. هذا اوكي راح اصنع اكسبلوسيف ايمو. طبعا يا شباب هذه الاشياء ما راح تقدر انت تسويها لان انا متعلمها، في اشياء لازم تتعلمها حتى تصنعها. اوكي اكسبلوسيف ايمو، رصاص متفجر، هذا حق تفجير البيوت وتفجير الابواب، هذا هو الاسود. هذا يحتاج الطاوله ليفل 3. اوكي لما يكون عندك طاوله ليفل 3 تضغط عليها اي، تروح هنا الكتاب الثالث، هذا الثاني هذا الثالث، تلاقي هنا كل شيء يتفجر عندك. هذا اكسبلوسيف ايمو، هذه الاكسبلوسيفز، هذه سي 4، هذا صاروخ، هذه الاي كيات والاسلحه.
اوكي انا متعلم الاكسبلوسيف ايمو اللي هو في هذا المكان، تحتاج سولفور غان باودر وحديد. الاشياء هذه شرحت لكم من وين تلاقوها، يعني راح اصنع كذا منها 4 طلقات اللي هي 8. تضغط مره تعطيك طلقتين، فهذه الدبل. وتضغط تضغط على حرف ار حتى يسوي لك يغير الرصاص بكل بساطه كذا. ما تكسرت. يو لا اله الا الله، ايش هذا اللوت؟ كان سيرفر مودد صاير. شوف شوف برضو في هذه ليفل 2 طبعا، هذه الطاوله المستوى الثاني. عندك هنا اكل، هذاك صندوق ايش فيه؟ رصاص. اوكي راح اضطر ارجع انقل الباقي واسوي ريسايكل للباقي يعني. واهم شيء طبعا الطاوله، الطاوله هذه ترى غالي، 1200 سكراب سعرها. فاهم شيء يعني؟ اوه انا ما اقدر اشيلها. اوكي اتاكد ان ما في شيء في هذا المكان. اوكي شيلها. عندك راح اشيل هذا، سبت اسلحه كثير هنا، هذا الشيء خطير. لو اجى شخص نيكد راح يسرق كل شيء، بس نقول ان شاء الله ما يجي احد. اوكي نرجع البيس بهذا اللوت زي ما تشوفوا، ولما انقل كل شيء راح ابدا اشرح لكم بشويش بشويش. طبعا كذا فرست، ما تدري من وين يجيك لوت، ممكن حتى تتجول انت في الطريق تلاقي شخص ميت عنده اي كيد، ما تدري، ويمكن يكون حظك كلب خايس ما تلاقي اي شيء. عادي ترى في نسبة حظ كبير لعبة رست. حاليا انا لو ما ركضت من هذيك المكان وفرمت ما راح القى هذا البيس، ما راح اشوفه طايح دي كي، وما راح الاقي اللوت. ترى في حظ، حظ في اللعبه بس في نسبه حظ كبيره. راح اشيل الطاوله ليفل 1 واحط الطاوله ليفل 3، راح اقول لكم ليش بعدين، دقيقه بس. اوكي تشيلها كذا وتحط الطاوله ليفل 3، هذه اقوى طاوله في لعبه رست، هذه تصنع لك كل شيء موجود الا اشياء معينه ما تنصنع. اوكي طبعا المساحه ضروري يعني احط كل شيء. تمام اصهر السلفر والحديد. ما نحتاج حديد الصراحة. طبعا يا شباب لحظة سرح بسيط، عندك اشياء في اشياء معينة تهيلك اللي هي الاكل اللي يزيد لك هيلثك، بس الابر هي من اكثر الاشياء تجيب لك هيلثك. انا ما اقدر ادمج نفسي الصراحة الحين، بس هذه الابرة تشوفوا تعطيك 15 هيلث على طول على سريع، وراح تعطيك 20 على مدى ثواني. اوكي وكيف تسويها؟ تضغط بس راح يزيد هيلثك، بس انا ما بستخدمها حاليا. حطها ليفل 1 ترميها لو تبي، وهذا وال حق الفايتات تحطه كذا حتى ما تموت. فرغ الشنطة حاليا، فيها موارد، هذا كذا كذا. راح اشيل الصندوق الصغير هذا، لازم افرغ قبل طبعا كذا، واحط الصندوق الكبير لان الصندوق الكبير مساحة اكبر فيه. وراح ارمي هذه الادوات لان خلاص ما عاد احتاجها، انا صرت غني اقدر اصنع الادوات المستوى الثاني اللي هي هذه، هذه الحديدية، واقدر برضو اصنع هذه المستوى الثالث سالفج داكس وسالفج داكس. هذه شكلها راح اوريكم طبعا، هي مستويات الادوات، هذا المستوى اللي قبل الاخير، والمستوى الاخير هو المنشار والجاك هامر، راح اوريها لكم بعدين لما اوصل لهذاك البيس. كل شيء تمام، نروح نرجع هناك نشيل باقي اللوت. طبعا هذه حق الطاقة، وهذا شوتجن تراب، هذه التوريت برضو تعتبر من الافخاخ، راح اشيلها وراح اوريكم استخدامها. هذا الفرن الكبير جدا توريت. اوكي شلنا توريت، محتاج توريت تاني، وهذا فرن كهربائي عندي في البيس. اوكي هذه ميكسنج تيبل راح اشيل اسوي لكم عليها شرح برضو. تقريبا شلنا كل شيء من هذه الغرفة. هذا نذبحها مسكين يعني. ادوات هنا، هذا اللي ادور فيه. طبعا النوع الاول الخشبية هذيك اللي وريتها لكم مقطع سابق، النوع الثاني الحديدية المستوى اللي بعده، هذه الاثنين. اوكي تتعلمون في الطاوله الواحد اللي بعده، تتعلمون في الطاوله الاثنين اللي هي هذه سالفجد اكس اللي وردتها لكم بيسي، والسالفجد ايس بيك وينها؟ هذه، والمستوى الاخير اللي هو اقوى شيء هذه وهذه. عندك هذه جاك هامر حق التفريم سريع النودات مثلا، راح اوريكم هذه النود. شفت السرعه في ثواني بس فرمتها. وهذا منشار حق الخشب، شغله كذا باللوجريد او الطاقه يعطيك خشب كثير وسريع في التفريم. عاد الاغراض تلاقيها في صناديق، يا اما تصنعها، عندك خيارين. ما نحتاج باقي الادوات. عندك اتوقع شلنا كل شيء. اوه الاسلحه، نسيت الاسلحه انا، شتاقن ريفولفرات، شيل كل شيء. اوكي تقريبا سرقنا كل شيء من هذا البيت. اوه كومبوننتس،
لازم ارجع مرة ثانية يا اخي. نيلجن، ليش شلت ام النيلجن؟ مسدس مسامير رخيص هذا. فراح اوريكم الشرح تقريبا على كل شيء في البيت، وبعدين اوريكم مكان البطاقات، وبعدين راح اسوي لكم ريد او سرقة حتى تشوفون كيف تسرق بيوت الاعداء، واعطيكم فكرة على السرقات بصفة عامة. راح استخدم الصواريخ برضو حتى احمسكم شوي. راح اسوي بابين حديديات حتى ما ينسرق بيسي. وين البطاقة؟ يب راح ارجع اجيب لكم البطاقات واشرح لكم كيف تحصلوهم يعني. اوكي، الباب الخشبي ما راح ارمي، ما راح استفيد منه. اجيب البطاقات وبعدين اشرح لكم على كل شيء حصلته. هذا هو الشيء اللي قلت لكم عليه. طبعا هذه تلاقيه بطاقات في الاماكن اللي قلت لكم عليها، غاز ستيشن، سوبر ماركت، الميناء، لايت هاوس، مو الميناء، المنارة، اماكن هذه. هذا الفيوز تلاقيه في الصناديق يا اما في البراميل، الصندوق الاسود هذا الفيوز. وبعد ما يكون عندك الفيوز بطاقة تروح لأماكن معينة تلاقي البطاقة الزرقاء اللي هي يا إما الساتلايت ديش، يا إما الميناء، يا إما التالتة وش هي؟ ساتلايت ديش والميناء، في منطقة تالتة أنا ناسيها. أوكي، المهم معلنة ميناءين، طبعا هو في ميناءين وساتلايت ديش، وتقدر تشتريها في أوتبوست بمية وشوية سكراب. تحط الفيوز هنا وتسوي هذه اللي سويتها انا، وتروح لي هنا بالضبط وتفتح الغرفة. راح تلاقي فيها صناديق شوية خايسة لانها المستوى الاول. افتح يا سمسم، وبوم بطاقة زرقاء. المستوى الثاني هذا سكين. واو، شو سوي بوم سكين. المهم لو عندك فيوزات كثيرة اسحب على الفيوز، بس لو ما عندك فيوز الا هذا الفيوز ترجع لنفس المكان وتشيله بس كذا. شلب تاخذ. اوكي، عندنا بطاقة زرقاء حاليا. من وين البطاقة الحمراء؟ اوكي، ارجع هنا، هنا الزرقاء تلاقيها، هنا الخضراء تلاقي، هنا الزرقاء الميناء الثاني، هنا لا شيء، هنا لا شيء، هنا تستخدم الحمراء، هنا تستخدم الحمراء. بس نلاقي الحمراء من هنا، المطار يا اما واتر تريتمنت، ما في واتر تريتمنت في هذا الماب. الحمراء تلاقيها هنا في المطار او بس حرفيا في هذا السيرفر لو خريطة ما في إلا المطار تلاقي بطاقة الحمراء. يب، بنروح للمطار. ألعاب نارية، في ناس نسوي ألعاب نارية. شو 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 فرحانين أتوقع لأن الوايب اليوم، الوايب هو الوايب لما يمسح كل شيء من السيرفر. في سيرفرات معينة تنسى كل شيء شخصيتك اللي متعلماته هذا، وفي سيرفرات لا، حالي اللي ألعب فيها أنا لا، شخصيتك تظل تتذكر كيف تصنع الاشياء. والوايب شهري يكون، في سيرفرات وايب اسبوعي، بس حاليا اللي راح يصير اللي هو الوايب الشهري راح يصير فيه تحديث وكل السيرفرات. في سيرفرات اسبوعيه وايب بس ما احبها الصراحه، احب الشهريه انا. حالات معينه بس العب اسبوعي، بس في اغلب الاحيان العب شهريه. مشكله في صندوق في المطار، ممكن يكونوا في اعداء بس ما اتوقع، ما اتوقع يكون في شخص في المياه بما ان السيرفر راح يويب وراح يمسح كل شيء. ما في اي شخص عنده المتعة انه يلعب يعني، ان كل شيء راح ينمسح. يب، مو مفتوح. 15 دقيقة يفتح، يمكن ارجع له، يمكن اسحب عليه. منين تحصل البطاقة الحمراء في الميناء؟ اول شيء يكون عندك فيوزين طبعا، ولا فيوز، فيوزين. تدخل لي هذا المكان، هنا الريسايكلر حق المنطقة، تروح لي هنا. اوه SMG فيوز هنا، وتسوي سويتش اكتيفيت شغله. اوكي، بعدها تروح لهذا المكان، تلاقي صناديق لوت دايم، بس مهمتنا حاليا مو اللوت، ان ناخذ البطاقه. طبعا لما تفتح الغرفة الزرقاء تلاقي البطاقة الحمراء، راح يكون في لوت قوي. ولما تفتح الغرفة حق الحمراء ما راح تلاقي بطاقة بعد الحمراء لان هي اخر شيء، بس راح تلاقي لوت قوي. في تو مسدس، شفتوا؟ مو قلت لكم اللوت يتطور يعني؟ ليش تدمجني يا اخي؟ في بوتات او ساينتست في المنطقة دايم. اوكي، حط الفيوز الثاني هنا، تجهز البطاقة وتسوي سوايب بيب.
طلعت لتلاقيت لوت قوي هنا، ومنها البطاقة الحمراء اللي هي أهم شيء، وتلاقيها في هذا المكان بالضبط وين ما أنا لقيتها. أوكي، حصلنا حاليا البطاقة الحمراء. البطاقة الحمراء تستخدمها في أماكن اللي هي مثل اللانش سايت، الماكن، آخر شيء التير 3 وأويل ريكس. بس تستخدمها في اللانش سايت وأويل ريكس حتلاقي أقوى أقوى لوت في اللعبة. هل راح أروح لأويل ريك؟ لا، لأنها كريهة يعني، تبدأ تقتل بوتات كثير وتنتظر 15 دقيقة راح تلاقي بس اللوت الصندوق الأحمر ولوت إليت كريتس. فأتوقع أني شرحت لكم كل شيء حق البطاقات. في مناطق معينة تلاقي خضراء، بعدين تحتاج فيوز حتى توصل للزرقاء، تحتاج فيوز حتى توصل للحمراء. ما تحصل حمراء تقدر تستخدمها في أماكن معينة اللي تبيها يعني. أوكي، ليتس جو هوم. نرجع البيت. بيت حاليا بعيد، بس كويس إن عندي حصان. حصان يسحر عليك أشياء كثير ترى. أو شيت، في دبابة، في دبابة في الطريق تسمعون فيها. هذه برادلي، هذه مفروض موجودة بس في لونش سايت من المنطقة هذه الدبابة، لكن بما أن الواي بكرة راح تلاقي طيارات حربية تسوي كل شوي، والدبابات في الطريق تشوفك تذبحك على طول، فما تفكر إنك تقرب عليها، تقرب منها أقصد. اوكي، شرحت لكم البطاقات، حاليا راح اشرح تقريبا على كل شيء، وبعدين راح اسوي ريد اوريكم كيف تسرقوا بيوت. طبعا هذه الفخ، هذه اشياء متفجرات سيبوها على جنب. هذا الفخ تحطه كذا شوتجن تراب، تتعلمه من الطاوله، تحطه كذا يعني لو في شخص دخل تحط فيه ايمو، طبعا اللي هو النوع الايمو هذا الهاند ميد شيلد الرصاص. اتوقع انا ما شرحت. وات، في شخص عنده دي بي. حط نوع الرصاص هذا الهاند ميد كذا. طبعا الطاولات شرحت لكم امس على الورك بنش، فيه اشياء مهمه، هذه اشياء حقت الماي والمزارع تتفرع فيها تتعلمها بنفسك، لان بالتفصيل هذه الكهرباء تسوي كهرباء، طاقه شمسيه، عندك هذه الاسلحه وهذه المتفجرات، عندك هذه الاغراض الخاصه. اوكي، الطاوله ليفل 2، طاوله 2 هذه الملابس الليفل 2 زي ما تشوفوا، كل شيء تقدر تتعلمه من هذه الطاوله، تصنعها بسكراب الطاوله. عندك هذه الاسلحه حقت الطاوله ليفل 2، كاستم اس ام جي، روك لانشر، سيمي، هذه جراج دور اشياء حق البناء، هذا الفرن الكبير اللي حصلته راح اوريه لكم احطه، هذه اشياء برضو حق كهرباء، افران كهربائيه، اشياء هذه حق الكاميرات والمراقبه والترت، وهذه حق السيارات. اوكي، نروح طاوله بثلاثة. عندك هذه حق السيارات الارمورد والقطع القويه، هذه ابواب ارمورد اقوى ابواب في لعبه راست. عندك هذه الاسلحه ليفل 3، اسلحه اقوى اسلحه، وهذه المتفجرات بكل بساطه. عندك الفرن الكبير، هذه البطاريه تحطها في اي مكان هنا وتشحنها باستخدام الطاقة الشمسية. عندك هذا الفرن الكهربائي ما تحتاج خشب حتى تفرم به، تحطه على طول ينفرم. وين الفرن؟ انا هذه التوريت اللي قلت لكم عليها تصنعونها، هذه الطاقة الشمسية تحطها في مكان فوق في طاقة وتربطها باستخدام الكهرباء حتى تنشح البطارية، بعدين تستخدم اشياء كهربائية، تقدر تسوي لمبات، تقدر تسوي اشياء يعني. عندك هذا الفرن تحطه كذا يعني في اي مكان، ما تقدر تحطه داخل بيتك، تحطه برا. كل بساطة تشغل تحط فيه الموارد هنا هنا وينصهر بكل بساطة، راح يكون أسرع من الأفرام العادية ويتحمل مساحات أكبر. أوكي، عندك الأشياء اللي ما تقدر تصنعها، يا إما تعلمها في الورك بنش، يا إما تعلمها في الريسيرش بنش تصنعها. ريسيرش بنش راح تلاقيها هنا في الأيتمز، ريسيرش بنش، ريسيرش بنش، ريسيرش بنش، تلاقيها في واحد من الأماكن. أوكي، وات، في شخص برا. No way. سوى كذا دينج، سمعت صوت. انا تركز في الاصوات في لعبه رستر، مو اي صوت تسحب علي، في اصوات لازم تركز عليها. اوكي، حاليا نسوي ريد، احتاج سلفر، جام باودر، حديد، لو جريد. اوكي، برضو روكت لانشر، خاصة صواريخ. انا ابي السيرفر كله يسمع الريد. طبعا كيف تسوي ريد؟ هذه اشياء سهله يعني، تصنع اول شيء جام باودر، تكون عندك الموارد هذه، جام باودر، سلفر، حديد. يا اما لو تبي تريد بالساتشلز اللي هي هذه راح تكون تتكلفك اكبر حتى تكسر ابواب، يا اما تريد بالمتفجرات لازم تكون عندك طاوله بالثلاثة حتى تصنعها اللي هي اوش المايك وهذا وهذا وهذا. هذه بروحها تقدر تريد، لو تبي تصنع هذا بالاثنين لازم تصنع هذه. راح تلاقي كل شيء هنا يعني، لما تصنع تلاقي هنا يبي 20 اكسبلوسيفز، تك تراش، الاشياء كلها راح تلاقيها مكتوبه اللي تبيها حتى تصنع الصواريخ وكذا مثل هذا كذا. كون في بالك بس المتفجرات ترى تتطلب كثير سلفر، السرقه بصفه عامه تتطلب كثير، بالذات كل ما يكون البيت اكبر كل ما يكون اكثر الطلب. اوكي،
انا حاليا ما قدرت اصنع الا صاروخين، اتوقع اقدر اصنع صاروخ ثالث احلى بالسلفر، بس رابع ما اتوقع. اوكي تقريبا كل شيء جاهز، صنعت لادرز حتى اتسلق، يعني لادرز تتعلمهم في المستوى ليفل واحد، اي شيء تبي تلاقيه تدور عليه تبحث تلاقيه بكل بساطة. ترى لعبة رسم مو سهلة، مو معقدة اقصد، سهلة لكن بس تحتاج شخص لعيب وشخص يعني يحب اللعبة. اوكي كل شيء جاهز. طبعا هذه الاشياء انت ما راح تحصل عليها في بدايتك فرست، ما راح تحصل عليها لين يا اما شخص يساعدك يا اما ما اتوقع، بس كذا يعني اعلمك، يعني لما توصل للفترة ان عندك طاولة بالتري تفرمها وتحصلها وعندك سكراب حتى على متفجرات تعرف كيف تريد. فهمتوا علي صح؟ هل راح استقل البيس هذاك الحديد؟ ما اتوقع عندي كفاية لكن نقول ان شاء الله. وات اكتف البيس، طور بيسه هذا. نو واي طور بيسه اونلاين ريد يا شباب. نسيت اللادرز. نسيت اللادرز يا شباب، نسيت ام اللادرز. الله يقرف ام اللعبة يا اخي. شفتوا الغلطات يا شباب اللي تسويها يعني في لعبة بس؟ وين اللادرز؟ هنا نسيته. انا راح ابكي، راح ابكي بكاء، راحوا صواريخي، راحوا كل شيء، هي نهاية الوايب. بس حاولت يعني اعلمكم، ما حاولت، اهم شيء المحاولة، ما استخدمت ولا صواريخ. نسيت اللادرز، كنت راح اطب لديب من فوق، كنت راح اكفر من فوق بس عشاني نسيت اللادرز. شفتوا يعني رس صعبة مو سهلة. دخل بيسة لعبة رس، لعبة مو سهلة. يا الله يا كريم، ما في شوت جن تراب، لساتها موجودة الصواريخ. لا ذبحته. او ماي جاد، او ماي جاد، نو. ما يدري هو، يدري اتوقع اني عندي صواريخ صح؟ طبيت له ديب انا، يب طبيت له ديب. اداء بس ابي اداء. نقل في لوت نقلة بس بقي. اوه ماي جاد، في لوت ما نقلة. ابي شيء اضرب بيه الاكسبلوس ايمو. شوف السلفر. يو 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 يو، راح اسكر ابواب. الله ينوب، يا شاير ارتجف. راح ابي سيل انا، بس صاير ارتجف انا. ريلاكس يا اخي، انا لعيب ترى مو نوب. شفتوا خسرت متفجرات ورجعت على طول، استرجعت كل شيء. انا مو نوب يعني، لا تستهينوا بي. المشكلة ما اقدر احط ابواب يا اخي. شيل ام هذه، شيل ام هذه. ارمي ام هذا. في شخص لوت، يمكن النيكد، بس سويت لكم ديب انا. هذا شيء اصعب من انك تريد يا شباب، انك تطب ديب اصعب بكثير. يعني ما استخدمت اي شيء يتفجر، بس ذبحته جلدته دخل ديب. مشكلة لازم اسيل حاليا، راح اطلع اسيل بابه الخارجي. اوه نظفت التي سي انا، كسرتها اصلا ما نظفتها، احتاج ابني تي سي ثانية. ما ابي اخسر هذا الريد، ما ابي اخسره بعد ما فزت. لازم اسيل بسرعة، احتاج خشب. ما في خشب هنا، هنا في خشب. نايس، حط ام تي سي. هولي يو، ابي صندوق فاضي انا احط فيه اغراضي، صواريخ وكذا.
طلعوا العرب هذا. يا نوب تبي تريدني مرة ثانية؟ ايش؟ جاي اريدك. ليش دخلت هذا السيرفر؟ يعني ما قدرت تشوف اي سيرفر انا موجود فيه. خلاص غيرت كل شيء. هذه ممكن هذه ما راح العب في السيرفر هذا انا. ما راح العب في السيرفر هذا من قال لك راح العب. المهم انا راح ادسمن كل شيء. ثانك يو شكرا. حصلت لقطتين على التيك توك يعني لقطتين حلوات راح انزلهم. ياب ادري مو لوتك. ياب ادري مش لوتك لكن هذا كان راح يكون لوتك. المهم راح كل شوية ابدا اغير اسمي في ستيم حتى ما تلاقيني. سويت كل شيء برايفت. لعبت لك لعبتك ما راح اشوفك باذن الله مرة ثانية. تخلصت منك يا نوب. لا ما تخلصتش مني. اوكي 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 عادي. اصلا انت ايزي اصلا اقدر اذبحك ايزي مثل حاليا كسولو. والله مستحيل انك تلمسني لما يكون معي يوكا. كسولو والله تحلم انك تذبحني. هولي شي. بس ترى في لوت كثير. في لوت كثير. سلفر 2000 سكراب كومبوننت سي 4 اي كي. واو لا انا خائف انا ارتجف. فرق عند اللوت هذا لوتك كان. اليوم بالليل راح يغيب. بس هقرفك الوايب انت عارف يعني. انا وسي جي هنا موجودين. اليوم راح يغيب بالليل. اوكي اوكي لحظة هو 8 ساعات حتى يدسبن الحديد. اوكي فراح احط شوي حديد في التي سي وراح اسيل. اوكي البيس ما راح يطيح ديكي لين 15 ساعة. راح اسوي لك شوي اسيل بارمور دو اسحب عليك. سيل اخر همي. اساس اللوت صعب يعني. ضربت هيت شوت هيت غريبة ما مات. طحت بليدنج. ليش مكمبر يا اخي؟ بسرعة 4 ثواني. ثانيتين. هاهاها. ما لحقت عليه. طاح بليدنج. مكمبر لي ومت يا اخي. مكمبر لي بتومي رصاص حارق ومت. خمس طلقات يا زلمة تومي. خمس طلقات. مكمبر. كنت مكمبر. لاقيه من الارض يا زلمة تبعكم. انت ما عندك بي بيس في هذا السيرفر. بس اسمع ما راح احكي لك يعني. انت راح تعرف شو راح اسوي فيك بالحق ما دام هيك صار. المهم حطها اسمع حطها في بالك هذه. اسمع حطها في مخك انه 1v1 تحلم انك تفوز. ما غيرت اسمك وحسابك. تحلم. طب يلا تعال تحلم. تو ندعستك بالله اذا فزت علي وحياه القران راح في حسابي. اسمع انا صار مشغول. عندي حياه عندي يوتيوب عندي دراسه عندي اشياء كثيره. انت فاضي. عشان ايه؟ لان هذيك المرة طلبت منك 1v1 وما رضيتش. وقتي اغلى مني اني اعطيك وقتي. انا دعستك بس انت مكمبر ودعستك 3 مرات. اخذت منك الريد سيلت الريد وبس. المهم باي باي. فزي ما تشوفوا هذه رست عبارة عن فايتات مشاكل فايتات. لو كنت نوب تندعس. لو كنت لعيب راح تندعس برضو لان في اشياء يعني ما هي يعني بقدرتك. تيمات كلانات في اشياء يعني ما تقدر. المهم اتمنى من مقطع نال اعجابكم. اتمنى كديب كريد. المهم هذا لوتي طبعا. انا متعلم كل شيء السيرفر فهمت فما يحتاج. ايش يا الدسبن في اللوت يا ايديكس. طبعا اللوتي الدسبن لو ترميه كذا بعد ساعة يختفي. قاعد ادسبن فيه لان ما بي كل شيء قاعد ادسبنه. هذه اشياء تتعلمها فرست بعد ساعات طويلة من اللعب. الا السكراب طبعا راح استخدمه حاليا. ارمي كل شيء. ليش ارمي لي ان اتوقع هذا النوب راح يريد هذا البيت لانه هو يبي سكراب فهمت. او نو احتاج خشب حتى. اوكي ناس راح اشيل الطاولة بعد ما اكمل. اوكي راح اتعلم الاشياء الضروري. انا تقريبا اتعلم كل شيء مهم. هذه مو مهمة. هذه يمكن تفيدني في نهاية رخيصة يعني. اوكي تقريبا كل شيء طالب الون. هذه اشياء
تين هذا اشياء خايسه ما لها فايده فوكر. طالب التو هذه باراشوت ما لها فايده، هذه ما لها فايده، وهذه برضو ما لها فايده. اندستريال كرافتر ما ادري تعلم ليش لا. سنسرز ما كل شيء كل شيء انا بتعلمه. اوكي طالب ليفل 3 ال ام جي، بس ال ام جي ما نقدر نتعلمها ما عندي كفايه. اوكي يعني نصرف سكراب كذا كذا كل شيء في كل شيء. برميل الماي صنعت لهم. شكرا شكرا على المشاهدة، الله يعطيكم الف عافية، تسوني من لايك والاشتراك. كان معكم ايديكس، باي باي.